كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. السادة أعضاء مكتب غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس بيناس، السادة أخواتي وإخواني الزملاء الصحفيين، في البداية اسمحوا لي أن أتقدم لكم بأرقى تحياتي والشكر غرفة الصناعة التقليدية على تلبية الدعوة والحضور في هذه الغرفة الصحفية لتقديم المهرجان الوطني للجد في دورته الثانية. نحييكم بحرارة على مجهوداتكم للتعليم هذه التطورات. وهذا الندوة الصحفية التي تقدم أولا فيها كلمة السيد رئيس الغرفة وكلمة السيد مدير جامعة الصناعة التقليدية وكلمة السيدة نائبة رئيس مجلس الجهة، وكذلك إن كانت هناك حاجة كلمات السادة المديرين والسادة أعضاء الغرفة الصناعة التقليدية ورؤساء اللجان والنوابيين. هدفه هو لقاء اللي هو باش نعرفوا هذه التظاهرة اللي هي تعتبر تظاهرة وطنية، تظاهرة لها وقع كبير على حرفيين. هذه التظاهرة هذه اللي هي في هذا المعرض لموضوعاته الخاص بالمصنوعات الجلدية والجلد والجلد بجميع المكونات ديالو، فهو في دورته الثانية تحت شعار قطاع الجلد ركيزة أساسية ومستقبل. المعرض فهو غادي سيقام على مساحة ديال 4000 متر مربع. كذلك هذا اللقاء اللي هو في الحقيقة التظاهرة مع المهم يمكن لا تكون له لما كانوا الشركاء أساسيين ومدعمين اللي هما قدروا باش يعاونونا. كاينين عندنا في الجهة ديال فاس مكناس عندنا 4 ديال المعارض موضوعاتها الآن اللي غادي تكون إن شاء الله تعالى في 2024، وهو المعرض ديال الجلد، المعرض ديال الجلد الأول، وغادي يكون في شهر جوج إن شاء الله تعالى المعرض ديال الخشب، غادي يكون المعرض ديال الفخار والسليج، وغيكون المعرض ثالث للمعادن بإذن الله. وهذا القطاع الآن اللقاء اللي هو عندنا فهو لقاء خاص بقطاع الجلد والمعرض الوطني للجلد. هذا المعرض هذا كما قلت أنه كيتقارب بواحد جميع واحد العدد الشركاء اللي هو ولاية فاس، وزارة الصناعة والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ولاية جهة فاس بكناس، مجلس جهة فاس، مجلس عمالة فاس، جماعة فاس، هادو كلهم مساهمين، هادو كلهم مساهمين في هاد المعرض هذا. لولا ما كانش الدعم ديال هاد الشركاء هادو ما يمكنش أننا غنقدرو نديرو هاد المعرض هذا، ما يمكنناش أننا نديروه. وهذا المعرض هذا هو ما يميز جهة فاس بكناس أنه عندها معارض موضوعاتية على واحد عدد ديال الحيرة. أنا بين أيدي الأمينة، لكن باش نبغى نمشي يختم اللي مهم هو هذا القطاع الشهر في أول خصكم تعرفوها، لأنه ملي كان دائما ضغط الضغط أو بحال الخدمة راه خصنا يخدم عندو طقوس ديالو، أما كيتسو يمشي يصلي الفجر ويدخل يدير الدعوة عليه باش يعلم دبرة وهو كيدير الذكر وهما أغلبية حامية كيتسو الله. نتوما عندو انتماء الزاوية العالم الشكر عندو الزاوية الوسطية عندو الزاوية والتي كانت تنظيم وعمر القطاع حنا ديما عندو كبير، وهذا الكبير هو اللي كان كيحس كيحسن في المشاكل ديال القطاع، وبالتالي أتمنى إن شاء الله أن الدورة تكون أحسن من الدورة السابقة، وأننا نتوفقوا في باش تكون فيها التمييز. وهي مناسبة لابد من جد الشغل. أولا هذه السيدة رئيس وفاة الصناعة التقليدية على هذا الجهد اللي تبدل واللي هو مجهود جبار، ماشي سهل ولكن عنده نتائج دائمة قوية على الصعيد الوطني. ثانيا الشغل السيد الوالي في الجهة، لأنه لولا ما كانت هذه الديناميكية وما توجد له في القاعة إلا دليل على هذا الشيء. القاعة كيفاش كانت والكل يتذكر الحمد لله اليوم أجمل ما كاين في السيد الجهة ولا كاين في القاعة وفي الأنهار. ثالثا مجلس جهة فاس بكناس
الحاجه يعني الداء ديالهم هو الدابه ديالهم مجموعه الانشطه اللي كنقوم بها ودعموا كذلك التمييز ماشي سعاده ماشي الشرعي و مبارزه شكرا لكم وان لك ان شاء الله يوم خمسه في فضاء ارتفاع من الناحية الاقتصادية والتجارية هذا لا شك فيه، لكن من الناحية السياحية ما هي الإضافة التي سيقدمها هذا المعرض مدينة فاس التي يساعد الوفود المحسنين؟ كيف ما قلت أن المعرض غادي يشهد واحد نتيجة ولا واحد الارتفاع في ما يخص المجال الاقتصادي والتجاري هذا شيء لا شك فيه، لكن بالنسبة للناحية السياحية شنو هو الإضافة النوعية اللي غادي يقدم هذا المعرض الوطني الجديد مدينة فاس اللي كتعرف واحد الركود من الناحية السياحية في كل شيء؟ أتذكر كنظن في 2018 سيد رئيس الغرفة كنا تكلمنا على هذا الموضوع، الحمد لله اللي لقى وفهموا الصناع التقليدي اللي كانوا كيتصلوا بنا وكيقدموا الشكايات، ففهموا الاصل ديال المشكل فين كاين. ربما السيد المدير الجهوي السيد الخياط كنت كنحاول نتواصل معاه سنوات مع بروما كسب يدوز معنا في بركباج، وهذه فرصه اننا اليوم بغيت نسولك في هذا العرس ديال الجيل. سيد الخياط انتم كوزاره وصيانه القطاع كنعرفوا ان المنتخبين يعني تيخدموا تيجتهدوا في بزاف ديال الحويجات، ولكن كنعرفوا ان دور الوزاره الوصيه على القطاع دور مهم، فبغينا نسمعوا السي الخياط اليوم دور الوزاره في لا ماتيير بخوميير ديال الجيد وشكرا. وفريمون جي ادوري هادشي اللي زوين، وهذه الصوره ديال مدينه فاس والصوره ديال الصناعه التقليديه وسمعوا سؤال ديالي سؤال واحد عبد الله الشرقاوي موقع فاس نيوز، ملي بدات المداخلات كنتكلموا على الضباب، يعني الضباب هو اللي كيصوب الجلد، كاين واحد الصانع قبل الضباب كيكون ما سمعناهش قال، انا بحكم انا ولد مدينه قديمه مولدا ونشقى هو الضباب، وكانت واحد الجمعيه في 2015 انا كنت ساعدتهم في التاسيس ديالها كنت كيتنقصها سي عبد الفتاح، جمعيه المهني للضباب بفاس. ولكن ما لقيتش واحد المواكبه وكان وتحلات، بغيت انا في هذا المعرض ضاف هذه النقطه كما قال السي عبد الملك انها تكون معارض داخل ورشه تكوينيه، بغينا نخصصوا لنا واحد الحيز ديال الباطه باش يعرفوا الناس شكون هو الباطه، وكنشكركم بزاف وشكرا للسي عبد الملك وشي تسعه. كذلك جماعة فاس ساهمت 500,000 درهم لكل معرض، كاينين ثلاثة المعارض الموضوعاتية في مدينة فاس ساهمت هي وزيها هي 20 مليون. عبد الملك صافي؟ يا خصنا باش عبد الملك تعطينا شنو هو الجديد ديال ما هو الجديد في هذا المعرض الدورة فيه الثانية؟ عبد الملك بوطيين رئيس غرفة الصناعة التقليدية جهة فاس مكناس، كما كتشوفوا هذه النسخة الثانية ديال المعرض الوطني ديال الجلد في الدورة ديالو الثانية، اللي هو في الحقيقة معرض عنده واحد الأهمية كبيرة بالنسبة للحرفيين ديال الجلد، غادي تكون المشاركة ديال واحد العدد ديال التعاونيات اللي هي نسوية وتعاونيات رجالية، وكذلك صناع فرادة وكذلك المقاولات، وكاين مؤسسات كثيرة، المؤسسة السجنية، كذلك كاين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كاين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي غادي يكونوا عندهم واحد الأروقة اللي غادي نكونوا كذلك مؤسسات ديال القروض الصغرى، وكذلك أن هاد الطيلة غادي الافتتاح غادي يكون يوم 5
يوم 5/1 حتى 14/1، وغادي يكون ان شاء الله تعالى هذا المعرض هذا طيله هذه الايام غادي يكون واحد الدورات تكوينيه، عدد كبير ديال الدورات التكوينيه اللي غادي يكونوا ان شاء الله تعالى كيتخلوا هذا المعرض هذا، وغادي يكونوا انشطه اللي غادي تكون موازيه معه. شكرا. تقولي لي هذا السؤال تما دابا انا كدرت لكم غير كلمه والسؤال هيها واش باقا لك ما تقولي لي عاوتاني تما قولي لي السؤال نجاوبك عليه. خديجه حجوب يعقوبي نائبه رئيس مجلس جهه فاس مكناس. اليوم حنا متواجدين في هذه الندوه الصحفيه على ود المعرض الوطني ديال الجلد، وهو من المعارض الموضوعاتيه اللي كتنظمها الغرفه، الجهه داعمه لكل ما يمكنه يدعم الصناعه التقليديين، لا في التسويق ولا كذلك في تسويق المواد ديالهم او لا تسويق المنتوجات ديالهم. المعرض ديال الجلد هو مهم ومهم جدا، لانه من 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 احسن ما كاين في الجلد في المغرب، هو موجود عندنا في مدينتنا، مدينه 1200 سنه، واللي معروف بالابداعات. الابداعات مهمه جدا في صناعه الجلد، ويعني هذا المعرض غيكون يعني واحد المحطه ديال الاقلاع الاقتصادي لهاد الصناع التقليديين من بعد ازمه كورونا.